عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد المجيد بن عيسى في تقديم درس المتجهات والإزاحة خاص بالمستوى الثاني إعدادي الحصة الأولى. سنقوم في البداية بتقديم مجموعة من الأنشطة. في هذا الجزء سنحتاج نقطة تنتمي إلى المستوى. سؤالنا نريد إنشاء نقطة بي تختلف عن نقطة أ كسؤال. تصوروا معي أني اخترت نقطة بي من المستوى وتختلف عن أ، وطلبت من أحد المتعلمين أن ينشئ نقطة هذه النقطة بي، فمهما حاولوا جميعا لا يمكنهم إنشاء النقطة. ولإنشاء هذه النقطة سنحتاج إلى بعض الشروط إذن، ولهذا مثلا سأنشئ مستقيم مار من أ، هذا مستقيم أ بي، ولا المستقيم مار من أ، وسنختار نقطة من هذا المستقيم لأنها مستقيم تجد مجموعة من النقط. هذا المستقيم سنسميه المستقيم أ إم. إذا ما نعرفه حاليا هو أن هذه النقطة بي التي نبحث عنها تنتمي إلى هذا المستقيم أ إم، يعني يمكن أن تكون في هذا الجزء، يمكن أن تكون في هذا الجزء، ويمكن أن تكون في هذا الجزء. السؤال الثاني، ماذا سنضيف بعدما أضفنا مستقيما؟ سنضيف هنا المسافة أب. المسافة أب تساوي 4 سنتيمتر، إذا سنختار دائرة مركزها أ وشعاعها 4 سنتيمتر. هذه الدائرة ستلاحظ بأن تقطع هذا المستقيم AM في نقطتين مختلفتين B و B بريم. سؤال، هل فعلا وجدنا النقطة التي نبحث عنها؟ الجواب لا، لأنه توجد نقطتين ونحن نبحث عن نقطة واحدة وليست نقطتين، ولهذا سنحتاج إلى شيء آخر. إذن هنا في البداية احتجنا إلى مستقيم ثم إلى المسافة AB، الدور ديال الدائرة هو تحديد دائرة مركزها أو شعاعها AB اللي هو 4 سنتيمتر، وبالضبط غيكون عندنا المسافة AB تساوي 4 سنتيمتر، كذلك المسافة A'B'. إذن سوف نضيف معطى آخر، ستلاحظون بأن النقطة B ستنتمي إلى الأعلى أو للأسفل، أو رياضيا النقطة B فهي تنتمي إلى نصف مستقيم AM ولا تنتمي إلى نصف مستقيم الآخر. هذا نصف مستقيم يحتوي على M وهذا نصف مستقيم لا يحتوي على M، إذا سنحتاج إلى نصف مستقيم هنا بالبني، نصف مستقيم AM أو لنصف مستقيم AB. إذا بهذه الشروط سوف نجد نقطة واحدة، إذا سأزيل هذه الدائرة لأن دور هذه الدائرة هو إنشاء نقطتين A و B و B بريم، سأزيل نقطة B بريم. إذا النقطة B بريم تم إنشاؤها بثلاث شروط، أولا تنتمي إلى المستقيم AM أو المستقيم AB. هذا المستقيم سنسميه بالاتجاه، ثم توجد المسافة AB هو طول القطعة AB لأن رسمنا دائرة مركزها أو شعاعها، إذا توجد واحد المسافة ستسمى بالمنظم، والنقطة اخترناها من نصف المستقيم AM، يعني اخترناها نحو الأعلى وليس في الأسفل، واتجاه نصف المستقيم AM أو لا المنحى هنا من A نحو M أو من A نحو B، المنحى من A نحو B وليس من A نحو B بريم كما اخترنا سابقا. إذا هذه العناصر بالثلاث ستحدد ما يسمى بالمتجهة. سنأخذ نقطتين مختلفتين من المستوى، من هاتين النقطتين يمكننا إنشاء قطعة AB، يمكننا إنشاء مستقيم
ويمكننا إنشاء كذلك نصف مستقيم AB. هذه العناصر الثلاث تحدد ما يسمى بالمتجهة. هذا هو الرمز ديال المتجهة AB، نكتب فوقها المتجهة AB. الرمز ديال المتجهة AB هكا. نسمي النقطة A بالأصل، ونسمي النقطة B طرف، وفوق في الطرف نضع هذا السهم للدلالة على المنحى. نمر إلى النشاط الثاني. نعتبر في المستوى المستقيمات التالية: المستقيم دي واحد ممثل بالأزرق، المستقيم دي اثنان ممثل بالأسود، المستقيم دي ثلاثة الممثل بالأخضر، المستقيم دي أربعة الممثل بالأحمر. ماذا يمكن أن نقول على المستقيمين دي ثلاثة ودي أربعة؟ ولا ما هو الوضع النسبي للمستقيمين دي ثلاثة ودي أربعة؟ هذين المستقيمين فهما متوازيين. نقول بأن المستقيمين دي ثلاثة ودي أربعة لهما نفس الاتجاه. لنختار مثلا دي واحد ودي ثلاثة، فهما هل هما مستقيمين متوازيين؟ لا، فهما مستقيمين متقاطعين. إذا المستقيمين دي ثلاثة ودي واحد فليس لهما نفس الاتجاه. اتجاه المستقيم دي ثلاثة هو نفسه اتجاه المستقيم دي أربعة. بمعنى آخر، كل مستقيم يوازي المستقيم دي ثلاثة فهو اتجاه له. دي ثلاثة ودي اثنان ليس لهما نفس الاتجاه لأنهم متقاطعين. دي أربعة ودي اثنان ليس لهما نفس الاتجاه لأنهم متقاطعين. يبقى فقط هذين المستقيمين هما لهما نفس الاتجاه. اتجاه المستقيم دي واحد هو المستقيم دي واحد، أو كل مستقيم يوازي دي واحد. أولا كبيرة، المتجهات، تعريف ومفردات. سنعتبر نقطتين أو ب مختلفتين من المستوى. هاتين النقطتين تحددان ما يسمى بالمتجهة. نرمز لها بهذا الشكل ونكتب أب فوقه سهم. قلت كل نقطتان مختلفتان أو أب من المستوى تحددان متجهة، نرمز لها بالرمز أب فوقه سهم. نسمي A أصل المتجهة أب الأصل، ونسمي B طرف المتجهة أب. وستلاحظون بأن في الطرف نضع سهم للدلالة على عنصر من عناصر المتجهة أب. عناصر المتجهة AB: كل متجهة ولا كل نقطتين تحددان متجهة محددة بعناصر. المتجهة AB محددة بالعناصر التالية: أول حاجة هي الاتجاه هو المستقيم AB، المنحى من A نحو B، والمنظم أو المعيار كي يسمى كذلك هي المسافة AB ولا طول القطع AB. هناك ملاحظات: الاتجاه نقول هو المستقيم AB أو كل مستقيم يوازي AB. جميع المستقيمات موازية لAB فهو اتجاه للمتجهة AB. سوف نرى هنا مثال. نعتبر EFG مثلث قائم زاوية في E بحيث EF يساوي 3 سنتيمتر و EG يساوي 4 سنتيمتر. ها هو الشكل أمامكم. سنحاول إتمام هذا الجدول. المتجهة EF هي في الشكل EF. ما هو اتجاهها؟ ما هو المنحى؟ ما هو المنظم؟ الاتجاه عبارة عن مستقيم. الاتجاه هو المستقيم EF، وحامل القطع EF أو حامل المتجه EF. المنحى هنا الأصل هو E والطرف هو F، إذا المنحى من E نحو F، من الأصل نحو الطرف. المنظم هو طول القطع EF، طول القطع EF يساوي 3. إذا المنظم ديال المتجه EF يساوي 3. المتجه EF اتجاه المستقيم F، المنحى من E نحو F، والمنظم هو 3. نفس الشيء بالنسبة للمتجهة EG كما في الشكل. أصلها E وطرفها G. الاتجاه هو المستقيم EG، المنحى من E نحو G، والمنظم
هي او جي، لان المسافه طول قطاع او جي هي 4 سنتيمتر. المتجهه اف جي اصلها اف وطرفها جي، الاتجاه هو اف جي المستقيم، المنحى من اف نحو جي، المنظم والمنظم هنا لم يتم اعطاء قياس ديال المنظم، فالمثلث او اف جي فهو قائم الزاويه في او. هنا يمكنه حساب اف جي باستعمال مبرهنات فيثاغورس. اف جي اس 2 هي او اف اس 2 زائد او جي اس 2. 3 اس 2 هي 9، 4 اس 2 هي 16، المجموع هي 25. اف جي يساوي جذر مربع 25، او العدد الذي سنضرب به سيعطينا 25 هو 5. اذا اف جي يساوي 5، وبالتالي المنظم هو 5 سنتيمتر. تطبيق ABCD متوازي أضلاع. حدد عناصر المتجهتين AB و DC. قارن هاتين المتجهتين من حيث العناصر من طبيعة الحال. هذا هو الشكل الهندسي ABCD متوازي أضلاع. حاولوا تجاوبوا على هذه الأسئلة في التطبيق باش تمروا الحصة المقبلة، ستكون حصة ثانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.